انا مش فاهم سمعه مستعجل قوي كده ليه؟ ده احنا قاعدين بقالنا 10 سنين يا سي سمعه. يا ريت يا منصور تكون لسه عند كلمتك وتسمح لي ادخل. طبعا يا طلعت طبعا. اتفضل اتفضل يا حبيبي اتفضل. بقى في الباب ده وراك. ايه ده انت خارج ولا ايه؟ يعني مشوار صغير كده وممكن تيجي معايا لو حبيت. ايه مشوار فين ده يا منصور؟ رايح اجيب نجات. رايح تجيب نجات؟ هنا بيتنا بقى. ايه ده؟ ايه ده منصور؟ هو انت بتجوز النهارده؟ فرح يا طلعت. انا كمان بقول ايه التغيير المباغت ده؟ انت لابس شيك شيك قوي يا منصور. يعني بنحاول نداري وجع السنين يا عم طلعت. انا فرحان قوي منصور، ما تتصورش ما تتصورش انا سعيد قد ايه. هي حاجه واحده بس اللي مزعلاني. كان المفروض يعني يا اخي انك تعزمني على فرحك، ما جيش فجاه كده الاقيك لابس عريس ورايح تجيب عروستك. معلش، يمكن علشان عارف ان انت راجل مشاغلك كتير ومهمه ما عزمتكش. لما صدقني يا طلعت كان عليا انا، كان نفسي اعزم المغذيه كلهم. طب ما عزمتناش ليه يا منصور؟ خفت ما تحضروش. يا منصور ليه الدرجه دي؟ سامحني يا طلعت معلش. وبقول برضو لعالي اخوك ولعمك يسامحوني، قول لهم منصور مرضيش يعزمكم علشان خاف لحسن الواد ابن فوده يمشي وراكم ويعرف السكه. عموما يا منصور لو تسمح لي يعني اني اجي معاك الفرح وازفك بعربيتي. ويا ريت كمان يا منصور يا ريت تقبل الوظيفه اللي انا جايبها لك. انا يا منصور لقيت لك وظيفه مناسبه قوي، وظيفه بعيده عن الديوان والمحافظه وكل الكلام ده. ها؟ وايه تاني يا طلعت؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بقى يا منصور احنا لازم نقعد ونفكر سوا نشوف بقى هتعيش ازاي. منصور انت لازم تغير المكان اللي انت عايش فيه ده، لازم تعيش في مكان يليق بابن المغازيه بقى. شكر قوي يا طلعت. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انا هبقى مبسوط لو جيت معايا الفرح ووصلتني واعرف المعازيم اللي هناك بيك واقول لهم طلعت بيه المغازي اخويا الصغير. انما يا ريت انت تنسى حكايه الوظيفه والمكان اللي غير ده والحكايه دي كلها. وان كان لازم تفتكر حاجه يا طلعت يبقى لازم تفتكر سيد اخوك. يلا منصور انا كنت عايز بس اقول لك ايه، ما تأخرنيش يا ابني اكتر من كده. ده انا اتأخرت على نجاة كتير قوي، 10 سنين. 10 سنين. يلا يلا. ايه طب لو كان انت وراك اجتماع مهم ولا مشوار ولا حاجه اتفضل انت عشان ما تعطلش نفسك. لا لا اجتماع ايه يا منصور؟ انا جاي معاك، انا اصلي ما ورايش غيرك الليله. طب اتفضل وانا وراك. Thank you.
مش هقول لك مبروك زي كل العرسان ما بيقولوا لعرايسهم ليله الدخله. لا يا نجات، انا عايز اقول لك كلمه واحده بس، سامحيني. اصل انا اتاخرت عليك كتير قوي. لا يا منصور ما تقولش كده، انت عمرك ما غبت عني وانا برضو كنت مستنياك. وشك زي القمر. قمر 14 باليوم. ما انا عارفه. عارفه انك زي القمر من ساعه ما لمستني ودخلت بيتك، بقيت زي القمر. حتى انا لسه قايلها لأميمة. قايله لها ايه؟ قلت لها اول ما منصور هياخدني في حضن بيته هيكتمل البدر. صحيح يا نجات. طب انت اسأل نفسك كده، انت امتى قلت لي اني زي القمر قبل كده؟ اول مرة، اول ما دخلت بيتك وحسيت انك كملتني. فين يا طلحت؟ في البطنية ورا الأزهر على طول، حارة كده هناك. يلا بينا يا علي. يلا بينا على فين؟ نروح لأخوك. ولا أنت جاي بعربيتك ومكلف نفسك عشان تبلغنا إن فرح أخوك الليلة وعايزنا نبعت له تلغراف؟ طيب ممكن تقعدي دلوقتي يا سميحة؟ طلحت أنت رحت وحضرت فرح أخوك مش كده؟ يعني إزاي؟ مش رحت وحضرت وجيت تبلغنا؟ مش كان واجب تبلغنا قبل الفرح عشان نحضر؟ ولا انت شايف ان انت وجودك كفايه يسد عننا كلنا؟ ولا شايف ان اخوك الكبير بعد العمر ده كله يستاهل ان احنا ما نحضرش ويبص حواليه ما لقيش حد من اخواته غيرك؟ سميحه انت لازم تسمعيني، وانا مش هينفع اتكلم معاكي وانت في الحاله دي. اقعدي يا سميحه، اقعدي لما نشوف عايز يقول ايه. عايز تقول ايه يا طلعت بيه؟ عايز اقول اني حضرت فرح اخوكم منصور بالصدفه. يعني ما عزمكش؟ ولا كنت اعرف ان في فرح من اصله. انا كنت رايح اكلمه في موضوع انه يشتغل، لقيته لابس عريس ونازل يتزف. ده حتى ما رضيش انه يتزف في عربيتي. وما سالتوش ما عزمناش ليه يا بيه؟ قال انه ما حبش يزعجكم، وكمان عشان ما يديش فرصه للواد ابن فوده ده انه يمشي وراكم ويراقبكم. ايه سكتوا ليه ما تتكلموا؟ عاوزنا نقول ايه يا طلعت؟ ما انت طلعت زينا وحضرت بالصدفه. أنا الحقيقة بقى شايف إن منصور عنده حق. عنده حق يعني إيه؟ يعني لازم نعذره وما نزعلش منه. منصور عنده ظروفه يا سميحة. وإحنا عندنا ظروفنا ما نقدرش فرح أخونا؟ أنا رايحة، اللي عايز يجي معايا يجي. هتيجي معايا يا علي؟ أيوة طبعًا، هنروح له طبعًا. أنت إيه رأيك يا أحلام؟
ايه رايك يا احلام؟ بتاخد راي احلام تروح لاخوك ولا لاقي يوم فرحه؟ يوه طولي بالك شويه يا سميحه، انا مش باخد رايها، انا بسالها يعني اذا كانت هتيجي معانا ولا لا. غلطت يا سميحه ولا قلت تعالى غصب عنك يا طلعت؟ ما تقولش حاجه يا علي، انا كده كده لازم اجي، منصور ده ابن عمي ولي حق عليا زيكم بالظبط. انتوا هتروحوا امتى؟ دلوقتي. طيب ممكن نتكلم بعقل وهدوء شويه يا سميحه؟ بصراحه يا طلعت يا اخويا انا مستغربه قوي على العقل اللي عندك ده والصبر، بتفكر في كل حاجه كويس قوي. غير ما تستغربي ولا حاجه، انا انت عايزاني دلوقتي انزل معاكم ونروح لمنصور في نص الليل وهو عريس كده؟ معقوله دي يا سميحه؟ وجاز الوقت الاهبل ابن ابو حطب ده يجي ورانا افرغ طبنجتي في دماغه ونرتاح منه. جميل قوي، وبالمره بعد كده بقى نبقى نروح نزورك انت في السجن بدل ما نروح ونزور منصور. انت جرالك ايه يا علي؟ مال عايزنا نعمل ايه يا طلعت بيه؟ بلاش نروح؟ لا، انتوا هتنزلوا معايا وتركبوا عربيتي وتوصلوا لغايه خالتك الليله، وبعدين تبيتوا عندها والصبح من بدري تروحوا المنصور وتصبحوا عليه. عبد المجيد، يو ما بتردش عليا ليه يا راجل؟ يا راجل رد. ما عادش عندي كلام اقوله يا سيدي. ما عندكش كلام ده ايه؟ طول عمري بتكلم لحد الكلام اللي عندي بخلص مع اخوك نجاة الدين. مش دي نجاة اللي انت طول عمرك بتحلم انك تسطرها وتوديها بيت العدل؟ ما كنتش اعرف ان النوم هيخاصم عليا بعد ما تسيبني وتمشي. طب يلا قوم، ده احنا هنعمل ليله لاهل الله ان اخرتها ربنا لما شملها على منصور. لما شملها بايه؟ بفرح سكيتي؟ ده حتى كانه مش ابن المغازيه. بقول لك ايه يا عبد المجيد؟ كويس يا سيده ان لسه عندي الكلام عايزه تقوليه. احنا يا اخويا ما جريناش ورا منصور عشان هو ابن المغازيه، لا احنا جرينا ورا بنتنا عشان نساعدها وهي كمان مبسوطه كده. وانا بقى مش مبسوط يا راجل، ادعيلها ربنا يفرحها ويسعد قلبها وتسبح حكايه المغازيه وزمن المغازيه. يا ساتر يا رب. استنى انت ما اشوف انا مين. مين ده؟ احنا عم عبد المجيد. يا ده يا يكون البوليس او حد بلغ عننا. يا راجل طول بالك شويه، مين يا اللي بتخبى؟ احنا المغازيه يا خالتي. افتحي يا خالتي المغازيه. مش قلت لك كده يا اولاد المغازيه؟ كده يا اولاد فاطمة. مش تقولوا اتفضلوا الاول بس يا خالتي؟ اتفضلوا اهلا وسهلا. حد قال لكم النهارده الحنه وبكره الفرح؟ طب والله ما حد قال لنا، لولا طلعت فاطمة علينا قال لنا ما كناش عرفنا. يلا يا علي خش. ازيك خالتي؟ ازيك يا علي؟ ازيك يا عم علي؟ معلش يا خالتي هتسعونا الليله عشان نروح نبارك لمنصور ونجات الصبح. معقوله؟ اما شالتكمش الارض. هتشيلنا يا عم عبد المجيد الكام ساعه دول لحد الصبح؟ ما تيجي يا استاذ طلعت ولا مش ناوي تيجي معانا؟ لا معلش بقى، انا اصلي لازم اروح دلوقتي عشان ابلغ تمام زي ما بيقولوا. انا اصلي ما روحتش من الصبح. يعني ايه مش هتيجي تبارك لاخوك معانا الصبح؟ معقوله يا سميحه؟ حاجه ومن طلعت الشمس هتلاقوني بخبط عليكم وهاخدكم في عربيتي كمان. لا كون عايزني اروح اصبح على اخوك انا كمان. انا ما طلبتش منك انك تروحي هناك يا نبيله. ما انا ما اقدرش اروح هناك، كفايه هم بيجوا هنا. خلاص يا نبيله خلاص، انا بكره الصبح هبقى اروح مع اخواتي واصبح عليه هناك. انا ما قلتش حاجه غير كده. ما هو معنى كلامك ده ان اروح معاك. لا مش معناه كده يا نبيله خلاص، مش معناه كده. ولعلمك بقى، لعلمك انا ما كنتش ناوي اقول لك ان منصور اتجوز من اساسه. وقلت لي عشان اجاوب على اسئلتك من ساعه ما دخلت البيت ده، كنت فين من العصر وما رجعتش ليه؟ مع اني اتصلت بالتليفون مره واتنين وقلت لك اني هتاخر بره شويه. بس ما اعرفش انك هتتاخر للساعه واحدة يا طلعت بيه، وما اعرفش انك بقيت كبير اخواتك مره واحده كده. انا اصغر اخواتي نبيله، بس ساعات الزمن بيجبر الصغير انه يكبر ويكبر قبل الاوان كمان. تقفل بابك في وشنا يا منصور ولا تطردنا يا ابن عثمان المغازي؟ مستني ايه؟ هو انا اقدر برضه يا سميحه،
انت بتقولي ايه؟ ده انتوا المغازيه. تعالي يا اختي تعالي. اتفضلي يا سميحه اتفضلي. صباحي امك يا عريس. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك ابو مغازي. الله يبارك فيك يا عريس. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا ابن عم. الله يبارك فيك يا احلام. اتفضلي يا احلام اتفضلي. مبروك يا منصور. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك. مبروك يا منصور. الله يبارك فيك يا طلعه. اتفضل اتفضل يا طلعه. ايه في حد تاني؟ الله. ايه يا سميحه؟ ايه يا علي؟ ايه الوقفه بتاعتكم دي؟ ما تتفضلوا تقعدوا، ده بيتكم ومطرحكم. امال ما حرموا علينا نخش ليه يا منصور؟ يوه ايه يا سميحه يا اختي بس في ايه يا ام منصور؟ فين الزغروطه اللي قلت هتجيب من الحسين والازهر وجاي؟ انا حلفه لا زغرت اول زغروطه اول ما اشوف وش منصور ابن عمي. مبروك يا منصور. مبروك يا نجات. الف مبروك يا حبيبتي. الف الف مبروك. مبروك يا حبيبتي. صباحية مباركة يا بنتي. ألف مبروك يا منصور. الله يبارك فيك يا عيلة. ألف مبروك. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا بابا. تعالي يا منصور، أنا قلت لك امبارح كام مبروك، إنما النهاردة بقى عشان الصباحية. مبروك يا أبو عتنان. شكل قوي طلعت. طب أخونا ونسينا، وأنت يا عروسة مستعرية تعزمي ولاد المغازية ولا إيه؟ اخصى عليك يا سميحة، أوعي تقولي كده. إزيك يا سميحة؟ إزيك؟ مبروك يا بنت خالتي. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا نجات. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أحلام. ما تسيبوها لي شوية، عايزة أطمن على البيت. حلوة يا أختي. بسم الله ما شاء الله طبق أكبر. أهو شايف بقى، برغم الجمع ده كله مش هنلاقي حد لا يعمل لنا فطار ولا شاي حتى. أيوة يا سيدي، الكلمتين بتوع الحريم بقى. طب ما احنا كمان لازمنا كلام مع بعض، كلمتين برضو. لا ده كلام كتير يا مغازي. تعالى. تعالى طلع. لا لا معلش معلش يا منصور، اصلي لازم امشي دلوقتي، انت عارف مواعيد شغلي. جري يا ابني، هو انت بتيجي علشان تمشي على طول كده؟ ايه جاي توصلهم؟ لا ازاي، ده انا موصلهم لبيت خالتك امبارح، وعديت عليهم الصبح وصممت اني اجي معاهم ونصبح عليك. ده حتى نبيله مراتي كانت مصممه انها تيجي تبارك لك، بس انت عارف الدكتور مناها من الحركه. معلش سامح المره دي بقى يا ابو العثمان. هقول لك ايه، ماشي يا طلعت. نورت نورت يا طلعت. مع الف سلامه يا اخويا. الله يسلمك. مع الف سلامه. سلم على نبيله. ايه هنفضل واقفين كده كتير؟ الشربات يا عروسه. اهلا اهلا يا طلعت بيه. الباشا وصل يا سعيد؟ وصل اكيد مش كده؟ بس سيادتك عارف ان مواعيده مظبوطه زي الساعه. اه طب سأل عليا؟ في الحقيقه لا. طب في حد عنده جوه؟ لا يا فندم، هي القهوه لسه داخله له حالا. كويس قوي الحمد لله، يبقى اكيد لوحده. انا اسف على التاخير جدا يا حلم بيه. معلش انا مش عارف الحقيقه ايه اللي حصل. انا جيت الصبح على المكتب يعني في ميعادي عادي، لكن للاسف نسيت شويه اوراق مهمه كده فرجعت البيت اجيبهم. معلش يا حلم بيه، والله والله دي اول مره بتحصل من ساعه ما مسكت المكتب. صباح الخير يا طلعت. صباح الخير يا حلم بيه. معلش انا اسف مره تانية، كان المفروض يعني انا اللي اقول لجنابك صباح الخير. اقعد عندك يا طلعت، اقعد خد فنجان قهوه معايا. العفو يا حلم باشا، بعد اذنك انا استاذن اني اروح مكتبي دلوقتي. من غير ما اقول لك مبروك. مبروك؟ انا بقول لك اقعد معايا عشان اعرف اعاتبك كويس. بس يا اخي انا ما كنتش متوقع مجيك النهارده خالص. ليه 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 بس يا حلم بيه؟ صباحي منصور. مستغرب ليه؟ انت ما قلت ليش وانا كان لازم اعرف بطريقتي. انت اعتبرتني شخص غريب وانا كان لازم اعرف بنفسي.
هتفهمني ايه الحكايه يا سعيد؟ حكايه ايه يا طلعت بيه؟ الحكايه اللي انا مش فاهمها دي. ما انا كمان مش فاهمها زي حضرتك بالظبط. انت مش مصدقني ليه يا طلعت بيه؟ يا سعيد، يا سعيد قدم السبت هتلاقي الحد. صدقني الحد اكيد هيجي. مصدق حضرتك يا طلعت بيه. قدم السبت بقى. ما هو مش معقوله يعني كل حاجه تبقى تحت العين كده. يا سعيد فهمني، فطمني ايه اللي بيحصل؟ انا برضو اللي حفظتها بحضرتك يا طلعت بيه. هو في حد اقرب للباشا من حضرتك؟ ماشي يا سعيد، ماشي. تعالى يا ابو العنين. اقفل الباب وتعالى اقعد. مالك واقف ليه؟ اقعد. تحت امرك يا بيه. شوف يا ابو العنين، انا عايزك تقول لي حاجه وتقولها لي بصراحه بدون لف ولا دوران. حضرتك عارف عينيا بحضرتك. حلمي بيه بيعرف خط سيري ازاي؟ ايه ده؟ انت وقفت ليه؟ ما قلت لك شوف. حضرتك قلت لي اللي وقف مرتب العمر كله. مرتبك؟ مرتبك ده انا ممكن اوقفه وممكن امشيه كمان. ولعلمك انا ممكن كمان اجريه. يعني ممكن اخلي العلاوه يبقوا ثلاث علاوات. ها قول لي بقى حلمي بيه بيراقبني ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه وسيادتك ما تسالنيش بعديها بيه. قول يا ابو العينين. حلمي باشا عارف الكلام اللي بتقوله دلوقتي. عارف؟ هيعرف ازاي يعني؟ ما اذا كان مفيش غير انا وانت في الاوضه مين اللي هيقول؟ الحيطان يا بيه. دور كويس هتلاقي لنا ودان يا باشا. طب طب روح انت دلوقتي واسمع. اسمع انت، انت ما انا ما سمعتش حاجه. واحلف لحضرتك زي ما انت عاوز، بس لو الكلام اللي حضرتك قلته وصل له ما تبقاش تستغرب. مش هتتغدى هنا ليه يا باشا؟ لان عندي اجتماع، واجتماع مهم كمان. هتغدى بره. والاجتماع ده فين يا حلمي؟ فين يعني ازاي؟ مش فاهم. انت مش بتقول عندك اجتماع وهتتغدى بره؟ مديحة، زمان قلتلك اني مش مفروض ان انا اقدم لك كشف حساب وخط سير. حصل ولا لا؟ حلمي أنا من حقي أقعد معاك أشوفك وألاقيك. وأنا كمان من حقي أحافظ على مسؤولياتي من غير لجان تفتيش. أنت شايفني كده؟ وشايف إنك واقفة ضدي وضد مستقبلي. أنت بتقول إيه يا حلمي؟ أنا ما تخيلتش أبداً إني واقفة ضد مستقبلك. وممكن كده إنك أنت تهدميني. أنا؟ ما كنتش بنيتك. ايوه وانت عارف بنيتك ازاي. ولو نسيت احكي لك من اول ما اشتغلت عند بابا وانت لسه يا دوب متخرج من الكليه. فاكر؟ فاكر جريت ورايا قد ايه؟ فاكر طلبت مني اساعدك واقف جنبك قد ايه؟ حصل يا حلمي؟ انت مصره تعرضي عليا تاريخ حياتي ولا ايه؟ تاريخ حياتك؟ تاريخ حياتك الناس كلها عارفاه. الضابط الوطني الشجاع اللي كان ضمن تشكيل الضباط الأحرار واللي دلوقتي في منصب قيادي كبير قوي وخطير قوي. لكن اللي محدش يعرفه إلا أنا وإنت هو إني لولا وافقت أتجوزك ما كنتش عتبت مكتب بابا ولا اتعلقت في إيده خطوة بخطوة. أنا ما وصلتش للي أنا فيه ده إلا لما سحبت إيدي من إيد أبوكي الله يرحمه. وانت فاكره كويس ان انا خبيت عليه ان انا عضو في تنظيم الضباط الاحرار. وانت عارفه كويس برضو ان ابوكي كان ممكن يقضي عليا لو عرف حاجه زي كده. لازم تعرفي حدود كل انسان فين. انا بقيت حلمي عسكر لاني انا اللي اخترت اكون حلمي عسكر.
ونغمة إن أبوك ده هو اللي عملني لازم تبطليها من هنا ورايح. أنا رايح الحمام وخليكي فاكرة كويس إني أنا اللي وضبت لنفسي الحمام بنفسي يا بنت جناب الأميرة لعي. أنا ما عنديش استعداد أحضر لك الحمام عشان حضرتك تلبس وتتهيأ وتحط برفاه وتنزل وتسيبني بالليلتين تلاتة مش عارفة أنت فين. كأن البيت بقى فندق ولا أوتيل وأنا بشتغل روم سيرفيس. لازم أحس إني مراتك وإن ليا حقوق عليك. الحاجات دي ما تتقالش، الحاجات دي تتحس، لكن واضح إن حضرتك فقدت كل الإحساس بحقي وما عادش يلزمك أي حقوق هنا. الهانم عاوزة حد هنا. كنت بدور عن عنوان واحد ساكن هنا. والواحد ده مين؟ البيت امان. قول يا هانم. اسمه منصور. منصور مين من غير مؤاخذة؟ منصور المغازي. خير. انت تعرفه؟ انا صح. ده ممكن توكلني. طب مش عارف انت مين الاول؟ انا اعرفه، انا مرات اخوه وكنت جاي اقول له مبروك. ايه رايك؟ لا لا لا. يعني انا عايزه اعرف انت مش خايف لا تخن؟ لا مش خايف، اتخني زي ما انت عايزه. امشي بقى. طب هاكل دي وبس، دي اخر حاجه. ماشي ماشي. ما اكيد انت شايفني رفيعه وعايزني اتخن. انا شايفك اجمل بنت في الدنيا، رفيعه تخينه اجمل بنت في الدنيا، وهتفضلي كده طول عمرك. عمر 14 مش كده؟ أيوة عمر 14. عمر 14 اللي هيفضل واقف عند ليلة 14 لا يتحرك ولا يقل ولا يجرى له أي حاجة خالص، حتى الزمن نفسه. الزمن نفسه مش هيتحرك. طب قوم اتحرك بقى يا باشا، شوف مين على الباب. طب أنا راضي ذمتك أنت. بذمتك في حد يجي العريس وعروسته في ساعة الأيالة دي؟ كنا عايزين نأيل. اسمه القيلولة. حاضر يا مولانا، أشوف مين على الباب. مين؟ إيه منصور؟ مش عارفني؟ ولا العروسة واخدة عقلك؟ شو؟ أهلا يا شو. معقولة؟ اتفضلي تعالي. منصور مالك واقف كده ليه؟ يظهر والله أعلم إنه مش عايزني أدخل. لا أبدا. إزاي بقى يا شو؟ أنت تتفضلي طبعا. كل الحكاية إن أنا مش مصدق. ليه؟ مسير الحي اتلقى. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ازيك يا شو؟ تفضلي. مرسي. ليه التعب ده بس؟ يا سلام، هو انا عندي اعز منكم؟ وبعدين دي حاجه بسيطه قوي. مبروك يا منصور. الله يبارك فيك يا شو. الله يبارك فيك. اتفضلي في الصالون احسن. اتفضلي. نجاة اعملي شاي لشو او هاتي غدا الاول. لا 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 بلاش، ولا غدا ولا شاي، انا عايز اشرب شربات. اهلا وسهلا. انت فين يا شو؟
ده انا دخت عليكي 7 دخات علشان الاقيكي. موجوده. موجوده فين بقى؟ ده انا روحت السكن بتاعكم ما لقيتش حد. انت عارفه العفش بتاعكم بقى عامل ازاي دلوقتي؟ وانا كمان دورت عليكي منصور. ما تعرفش انا عملت ايه عشان اعرف مكانك. طب فهميني الاول، ايه اللي حصل لسيد؟ هفهمك حكايه سيد وحكايه بنت سيد كمان. سيد مخلف؟ عندنا بنت نوره عندها 7 سنين. طب هي فين؟ وليه ما جبتهاش معاكي؟ وليه ما رجعتيش بيها سوق العصر عشان تتربى هناك؟ سكت ليه يا شوق؟ انت عايشه ازاي؟ متجوزه يا منصور. متجوزه؟ كان لازم الاقي حد يحميني، حد يصرف عليا انا وبنتي، خصوصا بعد ما سيد اتسجن. انا كان لازم افهم كده اول ما بصيت لك على الباب. ومتجوزه مين بقى؟ الراجل مقتدر. واضح، بس بلاش اعرف اسمه. ملوش لزوم. بيربي بنت اخويا ومش عايزه تقولي لي اسمه ايه؟ اكيد هتعرفه، بس مش دلوقتي. عموما يا شو، انا متشكر جدا انك جيتي علشان تباركي لي. انا مش جايه ابارك لك بس. امال جايه ليه؟ انا جايه اقول لك دور على اخوك. يعني انت مش عارفه سيد فين؟ انا ما قلتش لحد في سوق العصر، ولا حد يعرف اني مخلفه من سيد. ما حدش فيهم هيدور عليه. انا كنت مستنياك انت يا منصور. انت مش عارفه سيد فين ولا ايه يا شو؟ سيد مسجون بتهمة سياسية. تصدق أخوك عمر ما يعرف يعني إيه كلمة سياسة. ما يعرفش غير المغنى والسهر. أمال اتسجن ليه بقى؟ ما أعرفش. أنا جاية لك عشان أعرف يا منصور. ما أنا كمان ما أعرفش. أنا حتى كلمت راجل كبير علشان خاطر سيد، حما طلعت. قال لي ابعد عن سكته، وقال لي انه مسجون سياسي ومش هيطلع دلوقتي. ابعد عن حلمي عسكر عشان تلاقي اخوك. مش هقول لك اكتر من كده. انت عرفتي منين ان انا رحت لحلمي عسكر؟ مش مهم عرفت ازاي، مهم تعرف ان سيد مظلوم. امسك. ايه ده؟ ده نقوتك ولا مش عايزني نقطك؟ شيلي فلوسك يا شوق. دي مش فلوسي، دي فلوس جوزي. وعلى فكرة عنده فلوس كتير قوي، يمكن حتى ما يعرفش عددها كام. وبعدين ادي رزمة تانية، واحدة نقوتك والتانية نقوت العروسة. ايه ده؟ انتي بتعملي ايه؟ ما تتخطش كده. اللي بيني وبينك يخليني اعمل اكتر من كده يا منصور. امسكي فلوسك من فضلك، ولازم تفهمي ان مفيش بيني وبينك اي حاجه غير بنت سيد. لا، كان في بينا وانت عارف كويس. لا ما كانش فيه. امسكي فلوسك وبلاش تحسسيني ان انا محتاج لك. حاضر يا منصور يا عثمان، لكن خد في بالك انت لازم هتحتاجني. عموما لو احتاجت اي حاجه يبقى اتصل بيا في النمره دي. انا مش محتاج اي حاجه غير اني اعرف ايه اللي حصل لسيد. وانا كمان محتاج اعرف. دي ماشيه ولا ايه؟ فوتك بعافيه. طب والشربات؟ لا خلاص، ما انا شربته. يا ريت تشوف نجاه عشان عايزه اسلم عليها عشان اتاخرت. طيب دقيقه واحده. اتفضل.
منصور، عاوز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. خلي بالك من نفسك. خايفه عليا؟ انت الراجل الوحيد اللي طول عمري بخاف عليه. صعبان عليا اشوفك عايش هنا وسايب سوق العصر عشان حته عيل زي ابن فوده. منصور، لو عاوزني امحولك من على وش الدنيا امحيه. انا اعرف احمي نفسي كويس، وسوق العصر انا راجعه ان شاء الله في وقت انا عارفه. طب قولي هترجع امتى علشان اوصلك بعربيتي ونرجع سوا. انت بالذات مش لازم ترجعي سوق العصر تاني يا شوق. مش لازمني طول ما انت بعيد عني، لكن اكيد هيلزمني لما انت ترجع لي. يعني على الاقل استنى ابويا واعرف راح فين. ابوكي ما هو موجود. ابويا موجود؟ اه موجود، ولو عايزه تعرفي مكانه ادلك. ابويا فين يا منصور؟ في درب السنانين، عارفاه؟ هتلاقيه واقف دايما على الناصيه، ولو رحتي وما لقيتهوش هتسالي الف من يدلك عليه. كانت بتدور على ابوها، مش عارفه جه منين ولا راح فين. اه بتقول انه كان بيزورهم هي وسيد لما كانوا في شقتهم، بس بقى ما عجبوش حالهم وحكايه المغنى والمزيكا والسهر كل يوم فخصمها. طب يعني مش تدور عليه؟ ما هي دورت، بس قالت لي ان ظروفها بعد كده هي اللي في ايه يا نجات؟ في ايه؟ ايه ده يا منصور؟ ولا الزمن منا ولا